رحبوا معاي بفرقة نومانز أو بدو كما أحبوا أن يطلقوا على أنفسهم. الفرقة بتتكون من فؤاد جريس وفؤاد جريتلي وليث البندك. أهلا وسهلا فيكم. وبداية هيك انطلاقة يمكن أثارت أكيد لفتت انتباه كثير المشاهدين عن النوع الموسيقي اللي بتطرحه فرقة نومانز. والحقيقة فرقة نومانز عمرها مش كثير يعني طويل. هلا راح ندردش مع الفرقة حتى نتعرف أكثر. يعني تقريبا هيك الشباب التموا على بعض من حوالي 6 أشهر، مش هيك فؤاد؟ أقل حتى من هيك، يعني 3 أشهر تقريبا. لكن اللذيذ في الموضوع أنه في شيء مشترك يمكن جمعهم من منطلق فكرة أنه الموسيقى بتشبه البدو الرحل اللي بتنقلوا من مكان لمكان، وأيضا هم بيلتقطوا يمكن مواضيعهم الموسيقية والألحان من كل الأمكنة. وبالتالي يعني بلشنا بأعطني الناية وغني، وفجأة رحنا لشاتيمي كانتاري يعني. وهذا بحد ذاته يعني بدل على أنه وين الفرق على إيش تشتغل. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. فؤاد نتعرف عليكم أكثر، احكينا شو الحكاية تبعتكم. أكيد طبعا. إحنا بس قبل ما نبلش بحب أذكر انه ناقصنا واحد من اعضاء الفرقه. أكيد. الفرقه اللي هو لؤي ملاحمه بيلعب معنا بانجو وهارمونيكا. للاسف ما قدر يكون معنا اليوم. ولكن احنا سمينا الفرقه زي ما حكيت نومادز. احنا كل واحد فينا من منطقه. عندنا ليث من فلسطين، فؤاد جريتلي من ليبيا، وانا ولؤي من الاردن. يعني فزي اغانينا كل واحد جاي من منطقه، واحنا بنحب نغني الاغاني وندمجها مع بعض بطريقه جديده ولها يعني خلينا نقول طرف عربي او لحن عربي صغير. احنا التقينا مع بعض بشهر 3 في إيفنت لشركة ناشئة بتبيع آلات موسيقية أونلاين اسمها فيشة.com. صارت دعاية. بستاهل ولا الدعاية صراحة، لأنه لمونا على بعض وعملوا إيفنت بس ليجمعوا الناس في الأردن ويروجوا اللعب الآلات الموسيقية وإلى آخره. كل واحد فينا عنده حلم إنه يبلش باند من زمان، كل واحد فينا عنده حياته وعنده أعماله والقصص هاي. ولكن اللي حبينا نسويه إحنا إنه بعد ما شفنا إنه في إشي ضابط هون، إنه نجرب نعمل يعني نهدف لإنه نعمل حفلة واحدة. أسرع مما تخيلنا. رحنا لعبنا في البلو فيج بعمان أكثر من مرة، وعندنا عدة إيفنتس هلأ إن شاء الله. بكرة في البوليفارد رح نلعب الساعة 6. الكونسرت مفتوح للكل مجاني، فبيشرفونا الكل إن شاء الله يكونوا موجودين وينبسطوا معنا إن شاء الله. إن شاء الله. فؤاد أنا اللي بعرفه أنتوا يعني من جهات مختلفة، مش بس يعني على مستوى البلدان طبعا. كلنا عرب وكلنا بدو رحل بالنهاية. بس هي الفكرة انه انت مخلص تكنولوجي بتصور، مظبوط اشي بالاي تي، ليث كمان ميكانيك هندسة بالانتاج، بالانتاج كمان بتشتغلوا بالانتاج. يعني هذا كمان الموسيقى زي ما تقول هيك شيء على جنب يعني عم تشتغلوا، ومع ذلك عم بتقدموا يعني حسب اللي سمعته حتى الان شيء يعني محترف جدا. يمكن بدي اوجه سؤالي لفؤاد. فؤاد وين جيت؟ وجيت كيف بالضبط؟ وين جيت؟ بالليبي. يعني كيف حالك مش هيك؟ ولا لا نسيت. كيف حالك احكي لنا عن تجربتك يعني قبل ما تلتقي يمكن بالشباب هون بالاردن، واساسا يعني شو عم تعمل هون؟ يعني عم في شغل بالاردن علاقه في الانتاج بشكل عام؟ قناه ليبيا، قناه مقرها هون بالاردن، وبشتغل مذيع برامج. اول مره راح اكون مذيع برامج معهم. بس بليبيا كنت راديو هوست، يعني مقدم برامج على الراديو. وتو حتكون اكسبيرينس جديده، يعني خبره جديده في الموضوع. كيف احساسك بالموسيقيين بالاردن؟ يعني الأجواء في الأردن صار في يعني كل فترة وفترة عم بطلع مجموعة من الفرق وعم تطرح يمكن يعني خلينا نحكي أسلوب جديد بتناول الموسيقى والتراث. فكيف شايف الأجواء؟
بصراحة أنا إيطالية في الأردن حوالي 6 شهور إلا يعني 5 شهور وأسابيع. بس في البداية كان كنت نعرف إنه في فرق بس ما كنتش نعرف إنه في الساحة الموسيقية ما كنتش نعرف ما فيها. بس بعدين بعد ما تلاقينا بالإيفنت يعني حسيت إنه في أكثر من ناس تحب تعزف بس بدهم تشجيع يعني يبدو تشجيع من الببليك. بعرفش ليث عندك مايك ولا مش حاطين مايك علشان تحكي؟ مش حاطين مايك. مسموع هيك الصوت؟ صوت آه. ليث أنت واضح يعني حريف على القانون والقانون بالمناسبة آلة يعني مش كتير ناس بيختاروها. يعني هلأ احنا رح نسمع أكتر إشي منك أكتر ما نسمع منك يعني صوتا من كيف. أنا بدي أحييك لأنه خيار القانون هذا خيار خطير مش كل الموسيقيين وقديش هو قديش مؤثر بيلعب دور كتير كبير غيرنا طيب. منه فعلا صح؟ منه يعني بتحس أنه هو اللي هيك ماكل الجو يعني. طيب احنا حابين نسمع إشي تاني يعني هذا كانت بس مقدمة زي تيزر هيك هلأ صاروا الناس اللي قاعدين أنه فكنا يا رشيد هلأ خليهم يسمعونا إشي تاني بدناش نسمع حكي إلكم الساحة تمام. حبك موالي وعليك والله ما يغلى غالي ويا بلادي حبك موالي وعليك والله ما يغلى غالي يا لا 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 لي يا لا 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 لي لا 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 لي يا لا 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 لي يا بلدي انت يا حلوة يا نسمة حنان وغنوة انا العاشق وانت النجوى اللي تملى فكري وخيالي لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ويا لا 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 حبيبتي طفلي بكرة وضحكت بنتي وتراب جدودي غوالي يا لا 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 لي يا لا 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 لي يا لا 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 لي يا لا 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 Laro 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 lai 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 La ro la ro la ro la ro la Bravo.
يعطيكم العافية. أنا لاحظت يعني واضح أنه هاي الغنية من التراث الليبي مش هيك فؤاد؟ وكمان يعني قديش التراث الإنساني بيشبه بعضه، يعني باللا شعور أنت عم تحس عم تلعبوا الجيبسي، يعني حتى بالأخير هذه التنغيمات هيك مزبوط. راحت بهذاك الاتجاه. واضح أنه عم تحاولوا أنتوا تبحبشوا في التراث الإنساني تبع كافة الدول، يعني والتراث يمكن اللي شوي بالثمانينات احنا تعودنا عليه، يعني هلا دخلتكم ما بين اعطيني النايا وغني ولا شاتيمي كانتاري الاغنيه الايطاليه المعروفه، بدل على انه فعلا التراث الموسيقي الانساني هو واحد، وقديش احنا بنشبه بعض كبشر. ويمكن هذه بعرفش فؤاد قاصدين انه يكون في هذا المسج او هاي الرساله من خلال فرقتكم، انه مش مهم انت من وين، احنا بنغني مع بعض وبنغني للانسان وللحريه وللحب وما الى ذلك، ولا هذا انا اللي حسيته؟ اذا حسيته معناته انا مبسوطين انك حسيت. طبعا اكيد يعني طبعا يعني في منه كثير طبعا هاي الاغاني اللي هي صارت معروفه والناس بتحبها اصلا وصارت صرنا نسمعها بكل محل، والاغاني الجديده هاللي عم تشوفها وعم تتروج يعني على الراديو وكل الارتست الجداد هذول كمان عم بياخذوا الاغاني القديمه وعم يجددوها، فالناس الجيل الجديد حتى عم يعرفها اكثر واكثر. احنا بنحب الاغاني التراثيه القديمه لعده اسباب طبعا، لانه بتدخل بروح الشخص والموسيقى كلها بتدخل روح الشخص القديمه خاصه، ودائما حابين احنا نروج هذا الشيء ونكمل على اكيد. اعاده قولبه او اعاده يعني صياغه الاغاني التراثيه القديمه، يمكن سؤالي لفؤاد، واعادتها بهاي الطريقه، لانه اكيد هي التعبت على الات مش الجيتارات ولا بهذه الطريقه من الايقاعات، قديش بتحسوا بمتعه؟ انا ما بحكي بالصعوبه، بمتعه بانك انت ترد تغني الغنيه بطريقه مختلفه، وقديش هذا بشكل صدى؟ يعني انتوا عملتوا اكثر من حفله زي ما حكى لي فؤاد قبل شوي بمحلات، بتحسوا بصدى هذا الحكي على الجمهور على الناس واللي عم بيستقبلوا الاغنيه اللي بيعرفوها بشكل او باخر؟ يعني لنا هو الموضوع انه زي ما تعرف انت الاغاني القديمه في خاصه الجيل الجديد يعني في اغاني مش سامعين بها، لان ممكن تكون مثلا ابطا في اللحن ولا في السرعه، يعني مش تو صعب يتقبلها الشخص الصغير اللي هو الشاب. فاحنا اللي بنحاولون احنا ناخذ الاغنيه القديمه ونطوروها نديروها بطريقه وايقاع جديد ممكن يمشي مع الشباب كله، وفي نفس الوقت فيها يعني منا احنا لما نعزفوا في أغنية يعني إحساسنا كلها فصل أغنية. إحنا بما أن إحنا جايين من مناطق مختلفة فكل واحد عنده إحساس الخاص، فلما تجمع الأحاسيس كل هذه في أغنية واحدة هذا هو اللي إحنا قاعدين نوصله. طيب نشوف الأحاسيس المتجمعة مع بعضها في 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 أغنية أخرى، ويمكن مع هاي الغنية نحن بحب أشكركم مرة تانية. أنا بأكد منذكر يعني المشاهدين اللي عم بيشوفونا هلا عم بيشوفوا أنتوا فرقة نومانز، وإذا حابين تسمعوا أكتر وتشوفوهم بكرة الساعة 6 المساء مش هيك فؤاد؟ 6 المساء بالبولفارد راح تشوفوهم، الحفلة فري مفتوحة للجميع، الدعوة عامة، تعالوا واسمعوا لهم. بدي أشكر أنا فؤاد جيريس وليث البندك وفؤاد جريتلي فرقة نومانز، وبنسمع آخر أغنية من الفرقة. شكرا لك. We don't need no thoughts control, no dark sarcasm in the classroom. It seems I leave them kids alone.
I said, hey, teacher, leave those kids alone. All in all, you're just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Teacher,